البنية هذه اسمها رهف في عمرها 10 سنين، ما نعطيكمش الفيديو كيفاش جبدوها من البحر، لكن في الوقت اللي البنات نتاعنا مالين 10 سنوات اللي جايين للدنيا، الأطفال نتاعنا قاعدين يموتوا في البحار. السبب لا نعرف ولا يعرفون، واللي حاكميننا قاعدين يقولوا لنا ما عندكمش الحق حتى تهضروا علاش ماتوا. علاش تسأل انت بلي كيفاش مات؟ ما تعرفوش القضاء والقدر انتوما؟ دارنا الطبيب الشرعي التقرير طول شويه لاسباب خاصه بهم، امور تقنيه خاصه بالطبيب الشرعي، في 5 صفحات الطبيب الشرعي، في 5 صفحات تحبوا مع الهامش طلعوا ليه شوفوه باش نوريك في اي وثيقه، في 5 صفحات سيني بار بروفيسور شيرت سيرفيس ما نذكرش اسمه اسيستي دو ماتر اسيستانت تقرير الطبيب الشرعي ها هنا ريفي اوز اوتوريتيز جوديسيال لو 25 افريل سيني بار بروفيسور شيف دو سيرفيس تاع بنيم السوس اللي مات عنده المسجون مات عنده في السيرفيس اسيستي دو ماتر اسيستانت يا شيبت النار يا شيبت النار هذا شيبت النار هذا وزير العدل تاعهم هذا تتحرر الجزائر اعدام ما يشفي ليش قلبي فيه وعلاش محمد تامل شكون اللي قتلو محمد تامل يم قتلوه لي ميديسان لي جيست نتاعك تاع الدولة الارهابية نتاعك يوم محمد تامل كانوا يدخلوا له سلال ومرته باش يشفوا فيه ويتفرجوا فيه وهو يتعذب يوحد المجرمين ها وتزيد تعيط وتزيد تهز في صوتك علاش اذا كانت الموت نتاعو في 19 علاش خرجتو في 25 حتى هضر عليها امير ديزاد باش خرجتو هضرتو علاش تسناو حتى 25 في الشهر باش يسمعوا اهله علاه 5 ايام اذا كانت اسباب الموت عاديه ها علاش 5 صفحات الرابور فيه 5 صفحات علاه ما تحطش الرابور في وقته علاه ما خرجش وكيل الجمهوريه يهضر عليه او ما ليس من صنف البشر عندكم يا كلابه يا جبناء يا شيبت النار ها طبعا احنا الشعب ما نمنوش بالقضاء والقدر هذا الطبيب الشرعي رومي اوز اوتوريتي جيتي 25 نقطع لينا غبار لو 28 مش لان خلينا الناس يدفنون مدهم في تاعهم احترمنا للدين تاعهم ما على بالناش بلي قريبا راح تشتغل تجاريا ما على بالناش ما كانش على بالنا ولكن حنا اخذين الاجراءات ونراقبوا في الوضع لو 28 ابري سجلوا التواريخ لو 17 لو 19 لو 25 لو 28 لو 28 النائب العام المشتقه تيباز ورئيس المجلس انتقلوا الى محكمه حجود مكان اقامه عائله المتوفي هكذا ولا لا سيدة وبحضور وكيل الجمهوريه ورئيس المحكمه بتكليف طبعا بتكليف من الوزير قضية انتقال نائب العام
ورئيس المجلس، هذه مش بلا بروسيدور. مشاو للعائله، جات المراه نتاعو الارمله ووليده الكبير ووليده الصغير والطفله كافلها، هذوما اللي جاو تقدموا يمثلوا العائله، قدموا لهم وجبه العزاء وعطاو لهم نسخه من تقرير الطبيب الشرعي. رومي على فامي لو 28 افريل، وعندي هنا محضر يثبت تسليم تقرير الطبيب الشرعي الى العقل. علاه تقرير الطبيب الشرعي يتمد ورا ما يتدفن المدفون؟ عبالكم عبالكم اش قاعد يدير؟ اللي اون تران دو كريميناليزي تو لو سيستيم جوديسيير و تو لو سيستيم دو سونتي. راهو قاعد يجرم في نفسه وفي المخابرات الارهابيه، لانه الشخص حبس كان تحت توقيف، يعني كان بطريقه غير شرعيه في السجن، اللي تتنافى حتى مع القوانين الجزائريه، تنافى حتى مع القوانين الجزائريه. عدم اعطاء ثم عدم تقديم، عدم تقديم الادويه، عدم تقديم الاجراءات الطبيه اللازمه للمسجون، عدم حمايه مسجون والحمايه تقع على عاتق الدوله، ومن بعد يخرج بدي بروسيدير حاطينها غابه كيما نهضر لكم انايا تمشي. هذا المجرم هذا يجب ان يفوت على حبل المشنقه، هو وكل السيستم نتاعو جوديسيير. العائله يوم 28 افريل انترتون الضجه هنا، كون ما ناضتش الضجه، كون ما ناضتش الضجه، كونك ماكش قاعد تهضر برعب، كون ما خرجوكش شواكرك الكلاب الكبار يقولوا لك خرج يا خلات، وخلات عليكم، خلات عليكم تاع الصح، ستدفعون الاثمان ولو بطريقه مؤجله، رايحين تدفعوها. القتل لا يسقط بالتقادم، القتل العمدي لا يسقط بالتقادم، التعذيب لا يسقط بالتقادم، حطوها مليح في بالكم. ناطع الى حمله ضد مؤسسات الدولة، وقفت وفاة هذا المواطن، وهناك من اعتقد أنه مسك الجزائر من ليبيا لتوجهها أو الدولة، وبداو روني بار دي زورغانيزاسيون انترناسيونال مهتمة بحقوق الإنسان. المشكلة أنه بعض القوى السياسية الوطنية دخلت في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في هذه الحملة عن حسن نية، لأن كانت تضحكوا ها. Could you please tell us who you شفتوا المستوى قال لهم تضحكوا، اني جايكم ما عندكمش الحق تسالوا نتوما، عندكمش. قال لهم نتوما حطيناكم في البرلمان باش تقولوا هي كي نقولوا لكم قولوا هي، وتقولوا اها كي نقول لكم اها، ما تعترضوش حتى وفيها الموت. المسجون هذا سماه مرة واحدة، لكن علاه تكلمت غير على حكيم دبازي؟ علاه ما تكلمتش على فيصل؟ ها؟ لأنه تمشيو غير بالعصا، كي ضربناكم على ريصانكم، وضربوكم الشواكر على ريصانكم، وخرجت فضيحتكم، وريحتكم فاحت، تما أصبحتم كل كلاب خرجتوا. لكن ما قدرش حتى سماه مرة فريدة المسجون، ماهوش مسجون، المظلوم الذي قتل بأيديكم.
وابدأ هذا مناضل سياسي تابع لحزب غير معتمد، انشط نشاط مخالف للقانون الله يرحمه على كل حال، بالدليل القاطع، وأساء إلى مؤسسات الجمهورية، أودع الحبس، وكانت قضية تتحادث، كانت أمام غرفة اتهام، قدر عليها ربي. هنايا دار مجموعة من الكذبات اللي ما تقدروش نجاوزوها عليها، لأنهم حكيم دبازي قال لك هاجم الدولة وكذا، جبدنا احنا التويتر نتاعو والفيسبوك نتاعو اللي عنده فيه 154 عبد، عنده بوست واحد وكان خرج في اليوم الوطني تاع 22 فبراير اللي في الدستور أصبح يوم وطني. إذن اتهموا بالانتماء لمن الفيسة ولا لمن للماك ولا لمن الرشاد، كذب في كذب، تهمة على إنسان ميت حطها له راح تتابعك إلى يوم الدين حتى تموت، واليوم الدين كي تتحاكم عند الذي لا يظلم عنده أحد. مات تقرأ الطبيب الشرعي وش يقول؟ ما كونكليزيون هزينا للمستشفى، مات في المستشفى لا أكثر ولا أقل. هذه قضية الحاكم دبازي، ناس لو سمحوا لي من حقي يقول كلمة، ناضت علينا حملة شعواء، كانوا يظنوا بلي حكمونا سي بون، مدينا المحاكمة، مرتاحين أمام ربي، ومرتاحين أمام الضمير، ومرتاحين أمام القانون، ومرتاحين أمام المرحوم، ومرتاحين أمام العائلة تاع المرحوم. نحن في أريحية من هذه القضية، لأنها عولجت صفقوا. واش كان مطلوب منا؟ على رفض الحملة ديروا لنا بيان، هذا هو جوهر أو لب الحملة التي أثيرت، ديروا لنا بيان وضحوا لنا ظروف المقتل. كي ما درناش البيان أنتم متهمين بقتل المسيح، ما درتش بيان، نتواصلت مع العائلة ودرت واجب العزاء وعطيتهم التقرير الطبي الشرعي، وخلص لنا الوفاة الطبيعية وعطيت التقرير الطبي الشرعي للعائلة، أنا الواجب تاعي درته مع العائلة، شكون تاع حتى ندير البيان؟ هاي هضرت ويحيى، أنا ما نردش على مواطن يقتل مواطن بريء، بس أنا ما نردش على مواطن، حط روحك رب ستشناقون، حق الله العظيم راح يجي الوقت اللي أقسم بالله العلي العظيم بالمحكمة العادلة التي سيضعها الشعب، والله العلي العظيم ستعاقبون، وبربي إن شاء الله لكان حط روحك مرتاح أمام ربي وأمام العبادة، أقسم بالله انت يوم ما ترقدوش على واش درتو في الشعب الجزائري، والله انت يوم ما ترقدوش يا جبناء. من ذاك الوقت الله يرحم كل شهيد، والله ان شاء الله يجيبها لكم في ولادكم، ان شاء الله تجي في ولادكم واحد واحد، وتشوفوهم قدامكم تبكيو عليهم كيما رانا نبكيو كيما ما رقدناش حنايا على رهف وعلى اللي ماتوا وعلى الكوبل اللي مات وعلى الكوبل وعلى الجزائريين اللي ولاو بالسبع ايام وثمان ايام كانوا يموتوا غرقا ولاو يموتوا جوعا وعطشا. حق اللي خلق السماء والارض غير تساءلون عليهم في الدنيا قبل الآخرة. قولوا اضحكوا علينا نضحكوا علينا سيادك اللي كنتوا كيتسمعوا أساميهم تبولوا، اضحكوا على رواحكم دركا، قولوا على رواحكم صاحبك اللي كان يقول لنا الريح في البريمة أو شتوش درنا فيه، حتى في الجنازة تاع خوه خرج مسلسل تسلكوها غالية وربي الكعبة.